ومن الطرائف الصغيورين اللي كيوقعوا عليا، وقعت لي مع بنت اختي هذيك الساعه عندهم 6 سنين تويميه صفاء ومروه، وجايبها معايا في الكاميو مروه. وصلنا لهاد البلاكه هذه وهي تقول لي، قالت لي هنا تيكون البوليس. بقيت كنشوف فيها، قلت لها شنو؟ قالت لي هيا 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 على تيكنوبوليس. وملي سمعتها في واحد النكته قالك شي واحد غادي مع مرته، وقالت له هنا تيكون البوليس، ويقول لها باش عرفتيها؟ وقالت له هاهي هاهي كاتبين في البلاكه. وانا نتفكر مروه باش قالتها ليا. صراحه كيوقعوا شي طرائف في الطريق ومع العائله، ومع كاين شي حاجه زوينه وكاين شي حاجه خايبه. ومن الحوايج الخايبين اللي وقعوا ليا وهي طريفه في نفس الوقت كتضحك وكتبكي، ماما مسكينه تدور ليا بالكاميو. وصلت جات كدور ليا بالكاميو، يلا وصلت خليها الكاميو امارش باش يدور واحد شويه باش نسكت. وهي تمشي مسكينه البو تشاكما، البو ديال تشاكما، وقالت لي طاحت لك غلاقه. وقلت لها الغلاقه، وكنشوف في المرايات في الغلاقه ديال الريزرفوار، غلاقه ديال الريزرفوار، وشفت في المرايه الاخرى غلاقه ديال الريزرفوار الاخرى. قلت لها لا ما طاحت حتى غلاقه، وتقول لي هاهي، وتحط يدها مسكينه على البو تشاكما ويتحرك. ضحكتني وضحكت، بقيت كنضحك حتى ما بغيتش نسكت من الضحك، ما قدرتش نتمالك نفسي. ولكن في نفس الوقت الله يسمح لنا من الوالدين والله العظيم، في نفس الوقت طرني قلبي وبقات فيا، تحرقات مسكينه، الله يحفظها الله يطول في عمرها يا ربي. يعني كيف قلت كاينين طرائف كيوقعوا لنا في الطريق، وهذه من بين الطرائف اللي وقعت مع حكيمه. وكاينين اللي زوينين وكاينين اللي خايبين، بحال الموصول وهذا قبيله هو مضوبلني في الطلعه، وانا غادا يلاه بالكاد ياخذ الكاميو الريتم. هو جات الحدايا، هو مخفف وجات الحدايا وفرانا، انا نجر الخاميه الرق، وقدامي كاميو اخر متقل. يعني انا الكاميو كياخذ الريتم في ديك الطلعه اللي يلاه خرجت من الفيراج اللي جاي من العرجات، وغنشد وغنتلاقى مع هادو اللي جايين من طنجه. ايوا السيد كنتسناوه، لا لا وعسى فهم راسو يزيد يمشي بحالو. صافي انا نجر الخاميه، غير جرت الخاميه ويطير ما بقاش حدايا، عاد خديت الطريق ديالي. لا حول ولا قوه الا بالله، ماشي مشكل، دوبلتيني وبنت لك بنت في المرايه دنياني، جي جنبي بحال هكا طل على خاطرك، سول على خاطرك، مرحبا عادي جدا. ولكن ما تكالينيش اخويا، ما تكالينيش، راك سائق مهني. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انفو تحت ليا الفرصه نحط هذا الفيديو هذا وفيديوهات اخرين، كاين اللي تلف ليا وكاين اللي حطيت له عنوان مناسب وبقى كيدور ما وصلش. الفيديوهات كياكلوا ليا بزاف كونيكسيون. وتحيه للدرك الملكي، حطيتي زهره جايه مع الدرك الملكي الكسيوه وهز الصويه ويتكويتك. انا الخوينزه قزبه، دخل البرده حبيبه، دخل البرده حبيبه. احنا ماشي في بلاصه والكسيوه الحمراء والحمر كيف كيشهي في اللبسه.